اهلا بكم ونوافق سعيد، وان شاء الله في 4 ايام يكونوا فيهم استفاده لكم ويغيروا في حياتكم كتير. المحاضره ان شاء الله او كلام في البدايه النهارده 3 اجزاء. هنتكلم اول حاجه عن البايونير او الفاوندر. طبعا ما حدش عارف ايه البايونير والفاوندر، فالفكره من المحاضره الاولى ديت ان كل سنه ان احنا ممكن نتكلم عن احد العلماء الموجودين في مصر وكان لهم اسهامات في البحث العلمي، لهم اسهامات في تكوين مدارس علميه. المدارس دي لها تاثير ولو حتى غير مباشر علينا مع الوقت. انت دلوقتي موجود في مدرسه، طبعا المدرسه دي مش في يوم وليله بقت موجوده، لا ده نتاج حوالي 25 سنه شغل عشان انت تبدا تقعد على الكرسي هنا وتسمع. ان شاء الله كل سنه هنبدا نحاول نشوف احد العلماء المتميزين في المجال. فهنبدا النهارده مع الاستاذ الدكتور صلاح كامل اللبني. دكتور صلاح اول رائد ومؤسس لمدرسه فيزياء البلازما النظريه في مصر. هو دكتور صلاح استاذ فيزياء نظريه في جامعه دمياط، استاذ معروف على المستوى الاكاديمي في المجال البحثي، ولكن انتم جايين من جامعات مختلفة، فبالتأكيد ما ممكن ما تكونوش احتكيتوا بموضوع البلازما النظري او مدارسه هايش، فبالتالي انتم مش عارفين مين المتخصصين في المجال ده. فالطلاب طالما ان احنا هنبدأ مدرسة البلازما نبقى نبدأ نعرف مين الدكتور صلاح، ونبدأ نعرف على ملخص سريع كده عن السي في العلميه، مش السي في الشخصيه للدكتور صلاح. الدكتور استاذنا الدكتور صلاح نشر اكثر من 135 بحث في مجلات دوليه حتى 2019. وهنركز دلوقتي عن ايه 2019 واهميتها في ايه. محكم في العديد من المجالات الدوليه، اشرف على اكثر من 23 رساله دكتوراه و 31 ماجستير. شارك في ترجمه ومراجعه كتاب الفيزياء للعلميين اللي هو اللي اسمه كتاب سيروي اللي الناس كلها معظم الناس بتدرسه، هو ترجمه مع بعض الاساتذه. فللاسف الترجمه العربي مش موجوده في مصر، دايما بتطبع وبتروح على السعوديه، حاولنا نشتريها من هنا بس مش عارفين يعني. فالجوائز اللي الدكتور صلاح حصل عليها: جائزه الدوله التشجيعيه 2003 احسن باحث جامعه المنصوره، جائزة المنصورة جامعة المنصورة التقديرية، جامعة دمياط التقديرية 2016، جائزة الدولة للتفوق 2017، وسام العلوم والفنون من السيادة رئيس الجمهورية في 2017. طيب السي في العلمية للدكتور صلاح ده حاجة مشرفة طبعا، ويا ريت احنا نوصل لجزء منها، بس أنا في رأيي البسيط كده إن أهم حاجة الدكتور صلاح عملها في حياته إن هو أسس أول مدرسة علمية في فيزياء البلازما في مصر والوطن العربي. ان فيزياء البلازما معروفه وما بتدرس من زمان، او يعني في قبل الدكتور صلاح كان ناس موجوده طبعا اساتذه من السبعينات والستينات موجودين في مصر، بس موضوع المدرسه ده اللي هنتكلم عليه اهم ايه وضعها ويعني ايه مدرسه علميه اصلا يعني. قبل 95 كان في اساتذه كتير في فيزياء البلازما في مصر، في جامعه قناه السويس، جامعه طنطا، عين شمس، هيئه الطاقه الذريه، اسكندريه، في جامعات كتيره، بس ما كانش في المفهوم بتاع المدرسه، بمعنى ان انت الاستاذ موجود وله بعض الطلبه معاه وخلاص، وفي شروق ابحاث والموضوع واقف لحد كده. فنرجع بقى لنقطه، معلش انا كاتب الحاجات ديت لان انا دي كانت اصعب محاضره عليا ان انا بجهزها بصراحه يعني. فالدكتور صلاح بدا اول مدرسه علميه. يعني ايه مدرسه علميه الاول؟ انت زي ما قلت ان الاستاذ مش شرط يعني ممكن ياخد الاستاذيه وما ينشرش ابحاث بعدها. لكن لو الاستاذ بدا ينشر ابحاث بعد الاستاذيه ويبقى له طلبه، والطلبه دولت بيمتدوا لجيل ورا جيل، فده هنا بنبدا نقول الاستاذ ده صاحب مدرسه. ان مش توقف العلم عنده، لا ده هو امتد للجيل اللي بعده وجيلين او ثلاثه بعد كده كمان. فالمدرسه العلميه هنا مدرسه الدكتور صلاح فيها اكثر من 50 طالب،
منهم 6 اساتذه واستاذ مساعد وحوالي 25 مدرس في جامعات مصريه وعربيه زي الاردن واليمن وليبيا والجزائر. الانتاج العلمي للمدرسه لم يتوقف من اول ما بدات شغل حصل على الدكتوراه لحد 2019 الابحاث شغاله. معنى كده ان الاستمراريه هنا ده عامل مهم جدا ان انت تبقى عارف يعني ايه مدرسه علميه. طيب عشان انت تاخد نعرف موضوع المعدل الزمني كده من ماجستير ودكتوراه حوالي متوسط 7 سنين، من استاذ مساعد تاخد 5 سنين، استاذ 5 كمان. يعني انت بتقول ان الاستاذ بتاعك او الدكتور صلاح وقف مع اقل واحد فينا حوالي 17 سنه. فانا كان لي الفخر ان هو انا اول طالب اشتغلت معاه من 25 سنه من قبل ما انت تدور. فاجمالي الابحاث اللي المدرسه عملتها لحد دلوقتي حوالي 300 بحث تقريبا في مجلات دوليه. النشر البحثي في المجموعه بتاعتنا مفيش حاجه، يعني لازم مجلات دوليه ولها امباكت فاكتور ولازم تكون حاجات عالميه، ان احنا ما مش بنرضى باي حاجه. حتى في كريتيريا معينه للطلبه اللي معانا لازم يحققها عشان ياخد ماجستير او دكتوراه. الكريتيريا ديت مالهاش علاقه بلائحه الكليه ولا لائحه الجامعه. احنا حاطين نفسنا كريتيريا الطالب قابل بيها قبل ما يبدا معانا، اهلا وسهلا، ما قابلش روح شوف استاذ تاني. نبدا نعرف بقى السيره الذاتيه نفسها للدكتور صلاح. الدكتور صلاح اتولد سنه 52 في محافظه الدقهليه، 51 في محافظه الدقهليه، اخذ ثانويه عامه 69، بكالوريوس 73، الدكتوراه 85. ودي كانت حاجه غريبه ان زي ما قلت الفتره حوالي 7 سنين، انما عنده قعد 12 سنه. فكان في ال 12 سنه دولت من ضمن المشاكل اللي فيها ان هو يعني ما حبش ان الطلبه اللي معاه يعانوا من نفس المعاناه اللي هو عاناها لمده 12 سنه عشان ياخد دكتوراه. ففتره طويله جدا منها ايام اوف خالص ما كانش بيشتغل فيها، ايام احباط، ايام. فطبعا الحمد لله ان هو ادرك ان المعاناه اللي عانها ديت حرام ان الجيل اللي بعده كمان يبقى موجود فيها. وناس الاجيال، احنا دلوقتي المدرسه موجود معانا الجيل الثالث. بمعنى ان الدكتور صلاح ده استاذنا، انا اول واحد او انا الجيل الاول، معايا دلوقتي الجيل الثاني مثلا زي الدكتور رضا، معانا الجيل الثالث زي ابراهيم وساره، دول يعني دول الجيل الثالث في المدرسه. ده اقصد بيه ان الاجيال المتعاقبه في المدرسه مش واقفه عند واحد وخلاص. الاستمراريه ديت كانت هي السبب الاساسي ان احنا او انا فكرت ان احنا نعمل ملخص بسيط كده لاهم محطات الدكتور صلاح في حياته. المحطات ديت فيها حاجات كويسه، حاجات ايجابيه، حاجات سلبيه، اخطاء ممكن وقع فيها، اخطاء ظروف قويه من حواليه، كل الحاجات ديت اثرت على المسيره بتاعنا. فهو الهدف ان انت تتعلم من التاريخ. زي ما انت عارف ان دراسه التاريخ ما هياش للعبث، انت بتدرس التاريخ عشان تشوف اخطاء الاخرين ما تقعش فيها وتعرف المميزات والحاجات اللي عملوها كويسه فتبدا تاخدها قدر. فدي كانت ملخص سريع كده عن الدكتور صلاح. احنا طبعنا كتاب ووزعناه عليكم، اتمنى ان الكتاب ده تقراه مش كقصه، تقراه ان انت تستفيد منه. ان الكتاب ده اتكتب بتفكير ان احنا نحط فيه الحاجات الايجابيه والسلبيه في الحياه، نحط فيها المشاكل، ان الموضوع مش مفروش بالورد عشان تلاقي واحد بقى استاذ وقاعد. لو كان الدكتور صلاح مثلا ما عملش المدرسه ما كناش احنا اتكلمنا على قبليه، وفي نفس الوقت انا ما كناش جينا فكره ان احنا نبقى عندنا مدرسه دلوقتي انتوا قاعدين فيها وتتعلموا ودي السنه الرابعه. فان شاء الله تبقى بعد كده السنه ال 40 ونلاقي بقى الطلبه بتاعنا هم اللي ينظموها بعد كده. فبالمناسبه ديت انا احب بالنيابه عن نفسي وبالنيابه عن حضراتكم ان انا اهدي درع المدرسه للدكتور صلاح، واتمنى ان ربنا يديله الصحه كده ونتمتع بالقعده معاه والصحبه معاه وانتم كمان يعني.
بسم الله الرحمن الرحيم. من أسعد أيامي وأحسن لحظات مرت عليها في حياتي. أنا كبرت سنة 2017 سيادة الرئيس رئيس الجمهورية في عيد الأهل. خدت بوثوق رسام العلوم والفنون في الطبقة الأولى. مش عارف يعني شعور دلوقتي يعني يفوق ابنك بقلبي يعني حاجة بصراحة. أنا سعيد أنا ما أعرفش ما كنتش عارف إن أنا هطلع. وفوجئت لما الدكتور وليد قال أنا عاوز أعمل كتاب. فاستشهدنا بعض الحاجات كده هتلاقوا حاجات برضه يعني دي الطبيعة وده اللي حصل. لكن فعلا أنا لما أخدت الماجستير بعد معاناة بس معاناة علمية. عارف لما جزء المشرفين يختلفوا مع بعض الضحية بتاعهم هو طارق. فكنت مسجل الماجستير زي ما اعتبروا في الكتاب مع الدكتور الله يرحمه يوسف الكردي كان رئيس القسم والدكتور عمرو جنيد استاذ في الجامعه الامريكيه حاليا كان استاذ في جامعه الانشاءات كان مدرس استاذ في الانشاءات. حصل خلاف بينهم. المهم كنت انا الوحيد يعني كنت الاول على اول دفعه اتخرجت من علوم النصارى كنت انا فيها. قعدت 5 سنين في الماجستير. انا سجلت مارس 75 اديت للدكتور عمرو لان كان الشهر نوفمبر 76 الرساله مكتوبه. قعدت عنده بقى لحد ما اخدتها 78. فطبعا كان واحد متحمس اولا يعني ده حقيقه اول رغبه ليا في الثانويه العامه كليه العلوم. علوم منصور وبعدها علوم طنطا. كان هما الاثنين منشور سنة 69. فطبعا بقى حصل لي زي عملية إحباط. ما كنتش متصور إن الجامعة كده متصور إن اللي بيشتغل هيعمل يعني. المهم عانيت مشاكل كتير من 78 حتى سبتمبر إبريل 78 حتى سبتمبر 82. لم أفعل شيء. نهائيا. مع اني معيد او مدرس مساعد في القسم. سافرت سبتمبر 28 سبتمبر 82 وربنا اكرمني واستاذي الله يرحمه جورج قعدت معاه سنتين. سافرت 28 سبتمبر 82 رجعت 27 سبتمبر 84 كاتب الرساله واجبها وانا جاي. من هنا زي ما الدكتور وليد بيقول الدكتور وليد ده ابن البكر يعني اول ابن ليا خد معاه ماجستير ودكتوراه وانا سعيد جدا جدا باللي بيعمله. هو عارف يعني مش اسعد لحظه انك تشوف ابنك حتى لو متفوق عليك ده دي حاجه يعني. وانا يشرفني ويسعدني ان حتى الدكتور دي يعني اعلى مني كمان. ده حاجه تسعدني جدا جدا لان هم انا ربيتهم مش هم ربيتهم يعني ربيتهم يفهموها بقى زي ما يفهموها على الحب. الدكتور وليد ده بالذات كان فيزياء كيمياء وعاوز يشتغل فيزياء نظري. ربنا يبارك فيه وصل الى هذه المرحله. المهم لما خلصت الدكتوراه اقسمت قسمين. على فكره بين ماجستير ودكتوراه قدمت استقالتي مره من الجامعه ورفضوني. القسم الاول ان ما يفوتش 10 سنين وانا ما اكونش استاذ. هم لحد الان 5 سنين استاذ مساعد وخمس سنين استاذ. القسم الثاني ان ما اعيش طالب في الظروف اللي انا عشتها لان ما اعتقدش ان هو يقدر يتحمل اللي انا متحمله. وفعلا بدات زي ما الدكتور وليد ومن حظي كمان نقلت دمياط. نقلت نفس دمياط يعني وبدات الشغل مع الدكتور وليد وبعد الدكتور عماد كلهم ما شاء الله اساتذه دلوقتي الدكتور وائل والدكتور رفعت ودلوقتي الدكتوره نبيله والدكتور مصطفى سليم والدكتور عليا كل دول اساتذه واساتذه مساعدين ما شاء الله شغالين. مش حد اسمه ما بيشتغلش. حطيت قواعد للتسجيل بس كنت بتكلم مع الدكتور محمد شاب ان انا ما بسجلش للطالب الا لما يكون وصل الى مرحله انا اقتنع هيعرف يكمل.
يعني ممكن نقعد 5 6 شهور تدريب وبحوث ونشتغل وكل حاجه، ممكن نكون وصلنا ل 20-30% من الرساله. ابدا سبيل وتكونت المجموعه بفضل ربنا، ثم الاساتذه الكبار زي الدكتور سيد الوكيل والدكتور احمد حمزه، ناس علمونا حاجات، والدكتور جورج ده الاب الروحي ليه، لان تعامل معايا معامله غير عاديه. انا كنت رايح انجلترا، انا رحت انجلترا يوم الثلاثاء 28 ديسمبر، وزوجتي كانت مسافره السعوديه 26 سبتمبر ده 48 ساعه. فكانت عمليه صعبه جدا جدا، لكن في سبيل انا خلاص وقلت لو ما خلصتش الدكتوراه في السنتين مش هرجع على مصر. فالحمد لله ربنا اكرمني وخلصت والامور مشت. عايز اقول ان المجموعه كلها بجمعها لفوق كلهم، مفيش حد اسمه انه يعني اشتغل يعني اندبندنت، لا 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 لا، عليا مسؤوليات، وكون عمر ما كنت ظالم لاي حد فيهم، بل بالعكس كنت اتبنى كل اللي انا عملته. والحمد لله فرحا يعني ما بعدها فرحا، انا قلت لكم ان انا من سنتين من سنه ونص تقريبا كرمت من الاستاذ فتحي السيسي. والله هذا التكريم يعني مش عايز اقول يعني لها مذاق يعني مش عارف اوصف، انا ما اقدرش اوصف. لكن عموما انا بشكر الاستاذ الدكتور وليد سلم، وبشكركم جميعا على حضوركم، والمفاجاه الساره دي يعني مش عارف انا مش هيجي لي يوم الا شكرا جدا. عموما الكتاب فيه صلاح كامل اللي طول السنه 51، ولكن ما فيش فيه هنا حاجه واحده. الواحد في المنحة 51 عناية المعاناة، الطالب من الأرياف، كنا من الأرياف وكده، أعتبره كتاب أنا ما أقدرش أكتب، لأن أنا طبعا دكتور يعني ما كنتش أعرف إن الكتاب هيطلع بهذا المنظر وبهذا الشكل. لكن بصراحة الدكتور بذل مجهود، يعني ربنا يجعله في الحسنات، ربنا يوفقه دائما ويوفق المجموعة كلها. شكرا. الدكتور مسعد رئيس قسم الفيزياء بيحب برضه يتكلم مع حضراتكم. السلام عليكم. السلام عليكم. يعني طبعا يعني بعد الدكتور صلاح يعني عشان ما اعتقدش الكلام، يعني الدكتور صلاح طبعا هو يعني انا بعتبره يعني تقريبا كل الحالات الشخصيه احنا بنسال فيها بصراحه، يعني كل شيء شخصي احنا بنساله من اطار الاسره، يعني ما بنعتبرهوش يعني كاقامه علميه، لا ده حاجه ثانيه خالص يعني الحقيقه يعني. وطبعا ده شرف كبير جدا لينا ان احنا يعني مش هو موجود دايما في القيمة وبنسعد دايما بيه. والحقيقه يعني انا يمكن انا ما شرفتش ان انا ابقى تلميذ الدكتور صلاح، لكن انا بعتبر نفسي من تلامذته برضه، ودايما كنت برضه بساله برغم من البعد المجال في الاتموسفيريك فيزيكس، لكن يعني حقيقه الدكتور صلاح يعني اخ كبير بالنسبه لي، فانا بشكره وربنا يعني يديله الصحه والعافيه كده. الدكتور وليد بقى يعني هو انا يعتبر طبعا صديقي العزيز يعني، وانا طبعا ببقى سعيد كده كل سنه يعني هو بيجمعنا، واتمنى يعني حضراتكم كده يعني تستفيدوا من المدرسه، واعتقد المدرسه اثبتت وجودها دلوقتي وبقت لها امتدادات بره يعني حتى الدول العربيه دلوقتي، تقريبا عندنا حد من السودان تقريبا هنا، كان جاي حد من الجزائر عشان الظروف اللي عندهم. ويعني اتمنى لكم التوفيق، ويعني ربنا ييسر لكم الحال، واحنا دايما معاكم، والجامعه البورسعيد موجوده برضه، يعني هي طبعا الجامعه البورسعيد هي المسؤوله، لكن احنا موجودين مع حضراتكم يعني. ونتمنى لكم كل التوفيق وربنا يصل كل حاجه ان شاء الله. نبدا دلوقتي الجزء الثاني.
الاربع ايام. طبعا تبين عايزين نعرف بقى ايه الخطه بتاعتنا الاربع ايام وهتمشي ازاي عشان تحقق اقصى استفاده من وجودك هنا. زي ما قلت ان فكره المدرسه هي جت من ليه مش حاجه غريبه عن المجتمع العلمي، ولكن هي غريبه عن على مصر شويه، ان انت تعمل مدرسه تجمع فيها طلبه تبدا تشرح لهم اساسيات العلم ده. الاساسيات ديت ممكن تبقى اعلى من مستوى بعض الناس او يعني، فاحنا بنحاول نقدم الاساسيات من اول طالب البكالوريوس. في بعض الناس معانا ماجستير او دكتوراه لهم اخر يوم زي ما هنشوف هيتعمل فيهم اكتيفيتيز خاصه بيهم. المناقشات العلميه اللي على جانب المدرسه دي بتبقى مهمه. طب هل المدرسه ديت الهدف منها تدريس مقرر من كتاب؟ فانا لو قلنا ان هو فبقى ما ينفعش. انت كورس البلازما بيتدرس في ترم كامل على الاقل 14 محاضره، مش معقول هديها لك في 3 ايام. فانت ما يلزمكش، وفي نفس الوقت انت ما فيش عندك القابليه انك تستقبل كل ده في خلال يومين يعني. فالفكره جت ان ما ينفعش ان انت تعمل مقرر. طيب طالما ان انت مش هتقدر تعمل الكلام ده، فما لا يرى كله لا يقدر كله، انت ما تقدرش تعمل كل ده. فهنبدا نقدم بعض الحاجات زي المفاهيم الاساسيه للبلازما النظريه، البلازما العمليه، الديناميكا غير الخطيه، فيزياء رياضيه، فيزياء حسابيه، زي ما هنشوف ان كل الحاجات ديت لها علاقه بالبلازما. دراسه البلازما او فرع البلازما ما هوش علم قائم كده بذاته، ده هو علم متشابك معلوم كثيره جدا. فانت اللي هيدرس بلازما لازم يبقى عارف او على الاقل عنده خلفيه عن العلوم الكثيره دي. طب ايه الهدف بقى او النتيجه انت هتتعلم ايه من المدرسه دي؟ اول حاجه ان انت لازم تكسر الحاجز النفسي او الخجل اللي انت تقدر تروح تتكلم فيه اساتذه. قدامك اساتذه، معاك زمايلك من جامعات مختلفه، كل ده انت لو قاعد مكسوف مش هتتكلم، عمرك ما هتقدم. فانت كسر الحاجز النفسي ده من اهم حاجه انك تتعلمها في الثلاث اربع ايام الموجودين. بعد كده ازاي تسال؟ محدش يتكسف ان السؤال اللي بيقوله ده سؤال بدائي او سؤال ممكن يقول سؤال عبيط الناس هتضحك عليا. لا، اسال وما فيش اي مشكله عندنا خالص ان احنا نجاوب على اي سؤال حتى لو كان 1+1=2. ف كون ان انت تسال معنى كده ان انت بتفكر، لو ما بتفكرش عمرك ما تسال. بعد كده اللي يهم اللي نتعلمه برضه هنا في المدرسه نقل الخبرات. الخبرات اللي موجوده في حياتنا او اللي مرينا بيها لازم تتنقل لك، بحيث ان انت هتسهل عليك الطريق. الخبرات ديت ما بتجيش في يوم وليله، بتيجي على السنين. فانت لو وقفت على السلمه اللي احنا طلعنا عنها دلوقتي انت وفرت على نفسك سنين من التجارب الناجحه او الفاشله. فانت بتاخد الخبرات الناس اللي قبلك، سواء كانت الخبرات ديت في الحياه العمليه او العلميه. طيب كنا قبل كده في مدارس سابقه كنا عملنا ازاي تكتب مشروع، ازاي تبقى عندك ريكومنديشن ليتر من حد، السيره الذاتيه ازاي تكتبها، كنا قدمناها في المدرسه الاولى او الثانيه. لو عايزين بعد الظهر حد يتعلمها مفيش مشاكل، نعمل فيها برزنتيشن في الفتره المسائيه مفيش اي مشاكل، بحيث ان انت لما تحب تراسل حد بره مصر تعرف ازاي تراسله. مش اي ايميل هتروح بعته له الناس هترد عليك، في اسلوب معين للكتابه. ازاي تكتب السي في بتاعتك؟ مش مجرد تبعت للناس بره والسي في بتاعتك عدد الورق، بس ايه المعلومات اللي تحطها في السي في؟ ان انت تقدم نفسك كويس عشان تاخد منحه او تاخد اللي انت عايزه. طب من ضمن الحاجات يعني الخلاصه كده ان احنا نعرف ازاي تتواصل وازاي تفكر تفكير علمي. التفكير العلمي برضه هنقلنا الحاجه كده، المنحنى ده انا لقيته مره على النت كده بس عجبني يعني. فالناس فعلا اللي ما عندهاش خبره بتبقى واثقه من نفسها لدرجه ان هي توصل لمرحله غباء. ف مع الوقت انت بتدرك ان المعلومات اللي عندك او الخبره ديت بتقلل لك الثقه في نفسك. بس طول ما انت واثق في نفسك واللي انت بتقوله صح، ومع عدم الخبره انت الكيرف بتاعك الخط طالع فوق خالص لحد ما توصل فعلا انت ماكسيمم ستيوبد. فما ينفعش ان انت تبقى خبرتك قليله واثق في نفسك كان انت اينشتاين. لا، واحده واحده انت
مع الوقت انت بتوصل لمرحله هنا مع الخبره ثقتك بنفسك بتقل، بس بعد كده بتزيد تاني. فهو اهم حاجه انك تاخد الخبره. طب الخبره دي تاخدها منين بقى؟ حضورك المدارس، حضورك المؤتمرات، اسئلتك، حضورك الجوائز، اي حاجه، اي اكتيفيتيز انت بتعملها بتزود في خبرتك سواء كانت علميه او حياتيه. طب الوقت المتاح قدامنا هنا عندنا 12 محاضره، ناخد فكره سريعه كده عن المحاضرات. زي ما انتم شايفين ان الجدول اللي معاكم ان شاء الله هنبدا بكره اول ايامنا. بكره انا هيبقى المحاضرات الصباحيه في ثلاثه وهنفضل في بريك وثلاثه تانيين. اليومين بنفس المنظر ده. معانا اول يوم الدكتور وليد توفيق استاذ في معهد الليزر جامعه القاهره. فده من ضمن الحاجات المهمه اللي تعرفها ان البلازما لها علاقه بعلوم ثانيه زي الليزر. طب ايه العلاقه اللي بينهم؟ دكتور وليد هيبدا يشرح لنا العلاقه اللي ما بين الاثنين واستخداماتهم ايه. بعد كده الدكتور ابراهيم بحيري هيتكلم عن مبادئ حاجه اسمها كوانتم بلازما. دكتور عمرو الزغط هيدينا بكره محاضره عن ريسيرش ميثودز ان فيزيكس، ازاي نفكر تعمل بحث. فالحاجات ديت الدكتور محمد شهاب برضه هيتكلم على الورم دنس ماتر. دكتور محمد صميده كان جاي بس للاسف مش هيجي، فاحنا هنملى الجاب ديت بحاجه يعني. بعد كل يوم في عندنا جروب وورك، مسائل بسيطه على المحاضرات انت اخذتها في اليوم. هنقعد بعد الظهر هنا بعد الغداء نحاول تحل مع بعض مع زمايلك كده الاسئله، احنا هنعدي عليك نتناقش تشوف ازاي بتفكر تحل اسئله. اسئله مش صعبه، اسئله بسيطه خالص، تطبيقات مباشره، بس مجرد بس يبقى عندك الاحساس كده بالمحاضره انت استفدت منها ايه وخلاص يعني. بعد الظهر في اكتيفيتيز المسؤول عنها ميرنا، هي هتبقى تتكلم معاكم عنها. اليوم الثالث عندنا الدكتور محمد عزت، الدكتور وليد هيكمل الجزء الثاني من محاضرته، وانا ودكتور محمد شهاب وعمر. الدكتور عمرو هيدينا عن حاجه اسمها اوردر اوف ماجنتيود، دي محاضره غريبه برضه هنشوفها. الدكتور عزه هتيجي من هيئه الطاقه الذريه، هي جايبه معاها تجربه بلازما، هتشرح لنا الجزء النظري بتاعها. وبعد الغداء الجروب وورك هتعمل التجربه قدامنا وهنشغلها ونتفرج عليها ازاي البلازما بتتولد في المعده. اليوم اللي هيبقى شغال معانا المناقشات عندنا معانا 11 استاذ هيبقوا موجودين، سواء كان هيدي محاضرات او مش هيعطي محاضرات. فترات الراحه بعد المحاضرات او المناقشات المفتوحه بالليل دي تبقى كويس جدا انك تقعد مع اي دكتور او اي حد موجود تتناقش معاه في اي حاجه انت عايزها. احنا موجودين معاك لحد الساعه 11 بالليل، فدي فرصه ما اعتقدش انها هتلاقيها في اي مكان تاني انك تقعد تستفيد من الخبره العلميه او العمليه او الحياتيه انك تقعد مع اي حد وتسمع منه. طيب بعد كده ايه؟ هناخد كده فكره عن بورسعيد، يعني الكلام اللي تاخد بس فكره انت جاي تعمل ايه بورسعيد؟ يعني دي بورسعيد شكل شايفين الكلام اللي على السبوره او هي بورسعيد دي عباره عن محافظه على شكل مثلث كده زي ما انتم شايفين. البحر المتوسط ومدخل قناة السويس من هنا. لها طريقين، طريق دمياط من هنا الناس اللي جايه من اسكندريه او دمياط، والطريق الثاني اللي جاي من القاهره او الاسماعيليه. ده دي شبكه قناة السويس المدخل بتاعها. عندنا هنا ده برج فؤاد. انا بحب التاريخ الجغرافي فممكن تقول لي الجزء ده ممل شويه. طيب مكاننا احنا فين هنا؟
احنا قاعدين هنا اهو في القريه في الجزء ده، كل ده اللي قدامنا ده قدام القريه المقابر. فانتوا قاعدين في حته اسكت وسط خالص، اللي هيطلع من البيت يعني حته تطلع عليه. زي ما قلت لكم بمناسبه المقابر، يعني في مقابر في بورسعيد مشهوره اسمها جبانه الانجليزي. فهي جبانه الانجليزي ديت انا قعدت ادور عليها، يعني لقيت ان دي مبنيه من ايام الحرب العالميه الاولى، مدفون فيها ناس من ضحايا الحرب العالميه الاولى وناس من الحرب العالميه الثانيه، فيهم انجليز وفرنسويين ودول ثانيه، وكمان في واحد انجليزي ميت مسلم مكتوب على القبر بتاعه انه ايه ان الله وان اليه راجعون. ده المقابر دي. تمام؟ انا ساكن بقى قدام المقابر. ما هو احساس بالهدوء. يبقى عندك احساس بالهدوء كده وانت قاعد. إيه طبعا شايفين المنظر ده؟ دي المقابر بقى من جوه. في فقرة العذاب؟ فقرة العذاب؟ طب ليه بتعمل ايه طيب؟ يا دكتور تجيب ورقة مش هتقرا. ما هو انا جايب لك البحر. هتقرا فين؟ هنا ده قناة السويس. انت الناس بقى اللي هتروح عند المعدية او الاماكن اللي ممكن تروحها بالليل. لا بعيد عن المقابر بقى. في عندك في منطقة اسمها بليسيبس، عارفين بليسيبس ده مين؟ طيب في ممكن تركب المعدية تروح بالفؤاد ديت تتمشى هناك. في أماكن ممكن تروحها طرح البحر، بس ما انصحش إن حد يروحها دلوقتي لأن الشارع كله مكسور يعني، فاللي هيروحوا مش هيلاقي تاكسي يروحوا. أنا بقول لك عشان العذاب اللي هتلاقيه وأنت مروح بس. الممشى والمعدية ده ممكن برضه تفسحوا فيه. ده الأساس. وده التمثال كان محطوط على مدخل القناة كان زمان، بس بعد 2056 راحوا البورسعيدية شايلينه ورامينه في المية، وبعد كده راحوا مطلعينه طلعوا التمثال بس حطوه في الهيئة جوه مبنى الهيئة وسابوا القاعدة بتاعته بس اللي هي الرخام دي. من الحاجات اللي اتعملت في بورسعيد أول ما اتفتحت الفنارة، أول ما اتبنت كانت اتعملت بالخشب، ما عادتش 10 سنين ومع العوامل التعرية وقعت، بنوها بعد كده بالحجر وبتاع ولسه موجودة لحد دلوقتي. الحاجات التانية برضه موجودة في بورسعيد آثار، يعني مسجد التوفيق ده من ده أول مسجد تقريبا اتعمل في بورسعيد أول ما القناة اتفتحت. طبعا ده اتهد واتبنى مكانه مسجد جديد يعني. الشارع ده دلوقتي اسمه التلاتيني، فانت مش تلاتيني؟ بعد كده في مسجد اسمه العباسي، طبعا التوفيق بالنسبه لمين؟ خديوي توفيق، والمسجد العباسي خديوي عباس. ده لسه موجود لحد دلوقتي برضه بنفس الالوان، يعني كل ما يدينوه يجددوه يدينوه نفس الطريقه اللي انتم شايفينها ديت يعني. في عندنا برضه الكنائس، اول كنيسه اتعملت اللي هي سانت اوجيني. اوجيني ديت كانت أميرة فرنسية، كانت جيت برضه مع الناس اللي بيفتحوا قناة السويس، وفي شارع اسمها هنا، بس طبعا التاتش المصري بقى اسمه شارع أوجينا مش أوجينا. ما لازم تحط التاتش المصري بتاعك. بعد كده في كاتدرائية رومانية برضه اتبنت 37. ده مبنى هي قناة السويس، لأن في ناس بتبقى فاكرة جامع بتبقى راحة يعني، فده مبنى الهيئة. دي بور فؤاد، طبعا انت هتبص عليها من فوق تحس ان انت بتبص على سويسرا يعني ولا حاجه، بس هي من تحت غير كده. من تحت غير كده خالص يعني. دي بس كده انا حذرتكم يعني. في الاخر احب اشكر جميع الناس اللي ساعدوني في تنظيم المؤتمر. معانا ميرنا من اسكندريه المسؤول عن الاكتيفيتيز، محمد عزت مسؤول عن انشاء الموقع كان هو بيراسل كل الناس تقريبا، دكتور محمد عوض ودكتور رضا كان هما المسؤولين عن البرنتد ماتيريالز اللي معاكم. معانا ابراهيم مسؤول التمويل. ده اهم واحد في القاعه هنا يا جماعه. ساره وقال مجدوب وياسر عبد السلام، كل دول بيبقوا موجودين معانا
في الاكتيفيتيز اللي هنعملها او المسائل اللي هنحلها ابقوا معانا ساعدونا. فاتمنى لكم بدايه سعيده ونبدا بقى ايه المحاضرات. انتوا قادرين تسمعوا حاجه ولا تعبانين؟ تعبانين؟